بدي لك منور الشارقة أو منور راديو الرابعة. شكرا خي صالح، أنا تشرفت فيك وتوفيق دائم إن شاء الله للرابعة ولكم جميعا. خبرني أول شيء كيف كانت الجلسة، كيف شفتها أنت؟ الجلسة كويسة كثير. داس شكرا على كل المسؤولين عن هاي الجلسة، شكرا لنادي الشارقة للصحافة، وشكرا لكل المهتمين الحقيقة. أنا سعيد بتواجدي بالشارقة، وكانت الجلسة بحضور صديقي وخي النجم أحمد السقا والأستاذ ريم، وكانت الأسئلة حلوة، وأعتقد تناولنا مجموعة مواضيع مهمة لها علاقة بالدراما العربية، وكان في مجموعة من الأسئلة اللي كتير مهمة. سعيد جدا بتواجدي. تعرف أغنية محمد عساف كلش مكانك خالي، هاي بتنطبع عليها في رمضان، فيعني مستفيدين لك برمضان. حبيبي خي صالح شكرا. أنا يعني أكيد هذا موسم مهم جدا للشغل، مع احترامي وتقديسي لحالة شهر رمضان الفضيل. للأسف ظرفي كان شوي صعب بعد وفاة الوالد، وكانت فترة تعيش الله يخليك، كانت فترة صعبة، فاضطريت اعتذر. إن شاء الله منقدر نقدم شيء قريبا لرمضان الجاي، وعم نحضر هيك كم شغلة. طيب أنا بعرف أنك متابع كتير لزملائك وداعم لإيلون، شو عم تحضر في رمضان؟ والله قبل شوي كنت عم بحكي عم بحضر تقريبا معظم المسلسلات، ما بين سوري وما بين مصري وما بين إماراتي. خلينا بالسوري، نحن بالسوري إيه؟ والله الكل أولاد بديعة. الحقيقة أولاد بديعة. مين أكثر حدها عجبك بأولاد بديعة؟ لك أنا دائما ما فيني ما أشكر الجهد، في جهد مبذول في دراما سورية رجعت تطلع بشكل منحبه كتير. قد لا أكون متفق مع كل شيء عم يتقدم، بس هذا لا يعني أني لا أحترم. الشباب كلهم عاملين شغل يعني جهد كبير. بكير يمكن لحتى قيم، لساتنا 10 حلقات خلينا نقول، فبعتقد لقدام بيكون عندي قدرة على أطلاق حكم أكثر دقة بما يخص التمثيل والإخراج والإنتاج والنص يعني. طيب أنا بدي أحكي شخصيا، أنا اشتقت لشخصيات قصية تبع يا رب ابتخت شرقي، الولادة من الخاسرة، هالشغلات هدول، متى هنرجع نشوف قصي بالشخصيات هدول؟ أنا سنويا عم يجيني دائما شغل سوري بيور. سوري بيور عم يجيني دائما، وأتمنى بس ما قريت لحد الآن الشيء اللي بيخليني أقول إنه بقدر ارجع لحالة تخت شرقي الولادة من الخاصرة وغزدان ومجموعة كبيرة من المسلسلات. انا رح اقول لك شغلة يعني فيني اقولها، هي معظم الاعمال اللي عم تصير بسوريا هي استنساخ عن اعمال ناجحة بسوريا بفترة ما. نحن عنا قدرة اكبر بكتير على خلق وعمل وشغل مسلسل من اللي كنا نحبهم بسوريا بمواضيع أشطر من اللي عم تتقدم. في أزمة كتاب سوريا؟ وين ما كان في أزمة كتاب وفي أزمة نص. أنا مع مو نظرية، مع حقيقة إنه النص هو عماد أي عمل ناجح، ولكن كمان مع نظرية إنه الممثل الشاطر والمخرج الشاطر والإنتاج الكويس كمان بيعملوا عمل كتير ممكن. قبل ما أختم آخر سؤال والله كيفك مع التيك توك؟ والله أنا عندي ماني نشط عليه، حاولت ما حسيت، مشان أقول لك ما حبيت أو غلط أو ما بحب أو كذا، أنا ما بعرف حالي بإني أنا بلغي أي شيء، أنا بالعكس أنا بحب استفاد من أي شيء، ما لقيت المكان اللي خليني استفاد من التيك توك يت، يعني قريباً قريبا ممكن وقت بلاقي المحتوى اللي فعلا بيقدمني للناس بشكل مفيد اكيد انا جاهز. ما بدي اتقدم من خلال التيك توك بشكل بيشبه الباقي. بس بدي كلمه اخيره لمستمعي راديو الرابعه. لمستمعي راديو الرابعه بدك كلمه ولا عندك اياها؟ كلمه لمستمعي راديو الرابعه. تحياتي مستمعي راديو الرابعه، رمضان كريم، نعاد عليكم بالخير. أنا قصي خولي، شكرا صالح. شكرا.